هلا والله بالشباب، وصلنا بالجزء الثاني من المحاضرة الثالثة اللي هي بعنوان Replication of DNA. وصلنا للسيل سايكل اللي احنا اغلبيتنا نعرفه سواء بالاحياء صف سادس او بالبايو بالمرحلة الاولى. فالسيل سايكل صراحة يعني ما بها شيء جدا بسيط. فخلنا نبلش بالمحاضرة. قل لك يابا انه هي عبارة عن سلسلة من الاحداث اللي تأخذ مكان بالسيل والسبب لي انقسام الخلية المن الى خليتين. كلش بسيط. هذه الاحداث يقول لك تتضمن تضاعف الدي ان اي وتضاعف بعض العضيات وكذلك انقسام السيتوبلازم and other compound into two daughter cell. يقول لك ثلاثة انفصل الى اثنين بعملية شي سموها cell division. The cell cycle يقول لك هي عبارة عن أربعة مراحل اللي تتضمن gap 1 أو أسميه G1، وتتضمن stage 2 synthesis، stage 3 اللي هو gap 2، وstage 4 اللي هو الميتوزيس اللي هو الانقسام. يقول لك بالخلايا الحية، الخلايا الحية النشطة او نقول الخلايا حقيقيه النواه، حقيقيه النواه والاندرجو يقول لك راح تخضع المن لهذه الخطوات، خطوات الاربعه حتى شو تسوي، حتى تنمو وحتى تنقسم لازم تخضع لهذني الاربع ستيج. بعد ما تخلص السايكل يقول لك ذا سيل اذر يا اما تبدي لك بعد ذلك عمليه اخرى اور ذا بيرود بريسنج ريبليكيشن. خوش is called اول شيء عندك G1 phase ما شرح لك عليه. اما الدي ان اي ريبليكيشن يعني تضاعف الدي ان اي شو وقت يحدث، حاجه جدا مهم ممكن يجيك ام سي كيو. دي ان اي ريبليكيشن occurs during فراغ شنو synthesis phase، طور التصنيع اللي هو الطور الثاني. ممكن ما يقول لك synthesis phase، ممكن يقول لك شنو under two stage يعني الخطوة الثانية. تمام. following DNA synthesis يقول لك بعد ما يصنع DNA أو يصير بي replication مثل ما نقول تضاعف، يقول لك هناك فترة أخرى، هناك يعني another period يعني فترة أخرى اللي هي gap 2. يعني السنة عندي شنو أخذنا، أخذنا gap 1 ماك عليه ولا شرح، أخذنا synthesis اللي قلنا يصير بي DNA يصير بي replication. بعد ما يخلص synthesis راح يجيني، راح يجيني gap 2. بعد الجاب 2 راح يجيني ميتوزيس او يجيني الميتوزيس. تمام. وش يقول لك انذر بيرود اللي هي جي 2 او جاب 2 قبل الميتوزيس. يعني هسه مجرد ان داعي اعيد ونسقل بالكلام، فش يقول لك الخلايا اللي تتوقف انقسامها. موضح لك مثال مثل ماتشور تي لمفوسايت، اللمفوسايت اللي ناضجة من نوع تي، هاي راح توقف انقسامها. زين اوقف، احنا اللي نعرف ان الخلايا اللمفاوية تنقسم حالة حال بقية الخلايا. فشنو يعني شنو دا تصل بتوقف؟ اقول لك يعني دا تاخذ راحة، دا تاخذ ريست. وهذا الريست راح شو سميه جي زيرو، جي زيرو فيس. فشي يقول لك، يقول لك يا بالخلية اللي تتوقف مثل من مثل ماتشور تي لمفوسايت يقال عنها انه هي راح تذهب اوت من السيل سايكل، يعني راح تخرج من السيل سايكل. وين راح تروح الى جي زيرو فيس. جي زيرو فيس احنا نعرف انه السيل سايكل هي عبارة عن اربع فيسات، اربع ستيجات اللي هو جي 1 الاس جي 2 ام. فالخلية اللي راح تخرج من السيل سايكل المن راح تذهب، راح تذهب المن الى جي زيرو فيس اللي هو مو من ضمن السيل سايكل، مو من ضمن ذني، مو من ضمنهن. حلو حلو. بس شي يقول لك زين، تقول لي التستوى قلت لي راح تنقسم، زين اذا هي راح تجي زيرو شلون ممكن راح تنقسم؟ اقول لك يا ابا راح اقدر اسوي لها تحفيز وارجعها المن للسيل سايكل. اسوي لها تحفيز سيل كان بي ستيمولايتد، يقول لك ممكن تتحفز تو ريترين حتى تعود لك المن للجي 1 فيسز. خلينا نشوف هنا بالرسم، هنا أنا مثل عندك هاي الخلية، هاي الخلية ما دخلت بالجي 1 أو دخلت ومباشرة خرجت راحت للجي 0، شتا تاخذ؟ لا تاخذ راحة.
بعد ذلك راح اسوي له ستيميليشن تحفيز، ارجعها المن، ارجعها للجي 1 حتى تسوي سيل سايكل. وشنو النتيجه مال سيل سايكل؟ يصير نمو ويصير ديفايدد، انقسام. حلو حلو. شي يقول لك نوت ذا سيل سايكل از كنترولد ات ا سيريس اوف تشيك بوينت، يقول لك يابه انه دوره الخليه سيل سايكل يسيطر عليها بواسطه نقاط تحقق، تشيك بوينت، نقاط تحقق. تمام، هذا الشيء يسوي تشيك بوينت. تشيك بوينت تمنع لك، يعني السنة عندها 4 طوار، كل طور بي تشيك بوينت، خلنا نميز بلون، فكل طور بي تشيك بوينت. هذا الشيء يسوون، يقول لك يابا هذا مثلا هذا التشيك بوينت، هذا الاول، هذا على المسؤول، مسؤول عن هذا الطور، يتحقق لك انه كل شيء طبيعي، مثل ما اقول مثل السيطرة، مثل السيطرة يتحقق لك انه هذا كل شيء بيه طبيعي، هذا الفيس كل شيء بيه طبيعي، اذا طبيعي راح يعبره للفيس الثاني، كذلك عندك هذا الفيس راح يتأكد انه هذا، عفوا هذا تشيك بوينت، راح يتأكد لك انه هذا الفيس كل شيء بيه طبيعي، يلا يعبره الى هذا، يعني مثل السيطرة، خلينا نقول نسميه مثل السيطرة. حلو، تمام تمام. فش يقول لك ذات بريفنت انتري انتو ذا نيكست فيس، يقول لك ذا تشيك بوينت تمنع دخول تمنع دخول الطور التالي حتى تكمل، حتى يكون الفيس كامل، يعني حتى تكمل، مثلا حتى تكمل، ما هاي تشيك بوينت ما ممكن توصل للسنثيز فيس اذا ما يخلص، اذا ما يخلص الجي 1 او الجاب 1. تمام، هذا السيل سايكل، كل شيء وشي خاصه. هنا مجرد موضح لك يا ابا انه السيل سايكل بيها جاب 1 وسنثيز، جاب 2 ميتوزيس. حلو حلو. وعندك الخلايا مثل التي لمفوسات الماتشور، هاي وين تروح؟ للجاب 0 او جي 0، فبالتالي لازم يسوي لها ستيميليشن حتى يرجعها للجاب 1 وتستمر السايكل. هنا يقول لك بالاس each of the 46 chromosome is duplicated by the cell. شنو الكروموسوم؟ قلنا الكروموسوم هو عبارة عن DNA، الكروموسوم هو عبارة عن شنو؟ عن DNA. فبالتالي انه تضاعف DNA او نقول تضاعف الكروموسومات وين يحدث؟ يحدث بالتو فيس، the two phase او two stage او synthesis phase. تمام تمام، ممكن يجي MCQ. The cell هنا يقول لك the cell double check the duplicated chromosome for error making any need repairs. يقول لك يابا هاي الخلية أو شو يسموها، يعني التحقيق المضاعف، فش يسوي لك هنا بالجي 2؟ يقول لك شو يسوي لي duplicate chromosome for error، يقول لك يعني التحق بالجي 2 ايش راح يصير؟ تتحقق انه لا كروموسوم ما بيه خطأ، مثلا تصنع الدي ان اي، هسه راح ناخذ ممكن يحدث اخطاء تصنع الدي ان اي، ممكن يربط كذا مع كذا. تمام، فش يقول لك بيجي 2 راح تتحقق خاف اكو خطا وتتحقق ايضا اذا اكو اني نيديد ريبيرز، اذا اكو متطلب حتى اصلح. شلون يعني؟ هسه راح ناخذه. تمام، فاذا بيجي 2 دبل تشيك بوينت، دبل تشيك راح تتحقق انه الكروموسوم ما بي ايرور، ما بي خطا، وايضا اذا اكو ميكينج اني نيديد ريبيرز، تصنع لي اي تصليح احتاجه. تمام، اما بالجي 1 يقول لك سيلر كونسيست كونتينتس، مكونات الخليه اكسكلودينج ذا كروموسوم ار دبلد، يقول لك يا مكونات الخليه كلها راح تتضاعف باستثناء بالجي 1، كلها تتضاعف باستثناء الكروموسوم، باستثناء الكروموسوم، بقية مثلا الجسم المركزي، مثل ما نعرف الجسم المركزي هذا يتضاعف، يعني العضيات كلها تتضاعف باستثناء الكروموسوم، راح يتضاعف وين؟ يتضاعف بالاس فيس. تمام تمام. التيلوميرز، التيلوميرز احنا اخذناه العام ايضا. التيلوميرز يقول لك هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن
تيلوميرز يقول لك هو مركب او معقد من النون كودينج دي ان اي بلس بروتين. النون كودينج دي ان اي يعني مثلا احنا نعرف ان الدي ان اي عباره عن شفرات وراثيه، تمام، كل كذا له كود خاص به، بينما تيلوميرز هو عباره عن شنو، عن معقد نون كودينج دي ان اي، يعني هو عباره عن دي ان اي ما به شفره بالاضافه الى بروتين. نون كودينج دي ان اي شنو؟ بروتين. شو يسموهن؟ يسموهن يعني اثنينات المجتمعات شو يسموهن؟ شيل ترين. زين، وين موقع تيلومير؟ تيلومير ممكن يجيك ام سي كيو، وين يوقع؟ يوقع located at the end of linear chromosome. linear chromosome، زين، شنو وظيفته؟ وظيفته they maintain the structural integrity of the chromosome. قلك يا به تحافظ على شنو؟ على الهيكلية مال الكروموسوم، ويمنع private attacked by nuclease، يعني يمنع مهاجمة الكروموسوم بواسطة النيوكليز. النيوكليسيز اللي هي النيوكليسيز اعتقد موجودة بالمحاضرة الثانية، بالجزء الثاني اللي انا ما شرحته، انه اللي شي سوي degradation للنيوكليتايد. يعني اعتقد انا صراحة لسه ما قارئ الجزء الثاني، فاعتقد انه هاي وظيفتها. فشي يقول لك تيلوميرز راح تمنع لي تمنع مهاجمة الكروموسوم بواسطة شنو؟ النيوكليسيز and a low repair system، وتوفر لك التيلومير توفر لك نظام تسطيح المن للدي ان اي او الكروموسوم. خلينا نقول الخلايا حقيقية النواة faces a special problem in replicating the end of either linear DNA. شنو قصدك؟ قل لك يابا الخلايا حقيقية النواة احنا نعرف تتكاثر. شلون تتكاثر؟ عن طريق cell division. cell division شو يحدث بي؟ يحدث بي تضاعف بالدي ان اي. زين، واحنا اخذنا بالدي ان اي بتضاعف الدي ان اي، قلنا يابا مو هذا الدي ان اي، اذا يحدث بي تضاعف من الريبليكيشن فورك، قلنا اللي يكون باتجاهه يكون ليدينج يعني كشي ملكة أو ليدي سيدة، فيقول لك تمر بشكل مستمر، يعني تمشي بشكل مستمر، فيحتاج واحد RNA برايم، بينما اللي يكون باتجاه معاكس للفورك شنو قلنا؟ قلنا ايش راح يصير بي؟ راح يتم تصنيعه بشكل متقطع. تمام، فراح احتاج قد مثلا هنا راح احتاج هنا RNA برايم. وش يقول لك يابا الخلايا حقيقة النواة تواجه مشكلة. شنو هاي المشكلة؟ يقول لك في تضاعف النهاية of their linear DNA. يقول لك يابا تضاعف، هسه احنا المفروض شو نسوي حتى يكمل التضاعف؟ لازم اتخلص منين؟ لازم اتخلص من ال RNA برايم، مو لو لا، تمام، لازم اتخلص من عدة. وش يقول لك؟ يقول لك هي راح تواجه صعوبة of their linear DNA molecules following. يقول لك شو وقت تواجه صعوبة؟ بعد ما ازيل ال RNA برايم، بعد ازالة ال RNA برايم from the external 5 end of the lagging strand. شنو lagging strand؟ احنا شنو قلنا lagging strand؟ قلنا تسمية تطلق على من؟ هسه هاي الفورك هنا، قلنا تسمية تطلق على من؟ على الدي ان اي اللي اصنعه، واللي يكون باتجاه، اللي يذهب باتجاه بعيدا عن شنو؟ عن الفورك، الريبليكيشن فورك، فهو ذهب بهذا الاتجاه، فهذا شو يسميه؟ lagging strand. بس يقول لك الخلايا الحقيقة النواة تواجه صعوبة بشنو؟ في تضاعف النهاية مال شنو؟ مال الدي ان اي بعد ازالة شنو؟ الار ان اي برايم، بعد ازالة الار ان اي برايم. زين، فش يقول لك؟ there is no way to fill the remaining gap with DNA. فش يقول لك؟ يقول لك يابا ماكو طريقة حتى املأ لك، يعني هساني شيل الذني، حلو، راحت كلها. فالمهم يقول لك
يقول لك انا شريت الار ان اي برايم بقى الجاب بيناتهم، هذا الجاب ما ممكن ماكو طريقه حتى املا بيمن بالدي ان اي. شنو قصدك بالدي ان اي؟ يعني حتى املا بالنيوكليوتايد مال دي ان اي، ماكو طريقه حتى املا هذا الفراغ بيمن بالنيوكليوتايد مال دي ان اي. نو واي. زين قل لي، فاحنا شنو قلنا بالجزء السابق؟ قلنا يابا حتى املا هذا الجاب بعد ما ازيل الار ان اي برايم بيمن نملا باللايجيز، اذا تتذكرون هذا وين باللايجيز قلنا يابا نملا الفراغ بواسطه دي ان اي لايجيز، دي ان اي دي ان اي لايجيز، هذا راح يملا لي الفراغ. هو شنو؟ هو عباره عن انزيم مونوكليتايد. هو شنو هذا؟ هذا انزيم من اسمه لايجيز، نهايته اي اس اي، هذا يملا لي الفراغ. بينما هنا شي يقول لك، يقول لك يابا يقول لك ما ينملئ بمن بالدي ان اي. شنو قصد الدي ان اي؟ قصد النيوكليوتايد، ما راح ينملي بالنيوكليوتايد، لا راح ينملي بالدي ان اي لايجيز اللي هو عباره عن انزيم، هذا الفراغ اللي بيناتهم. شي يقول لك؟ لذلك يقول لك موست نورمال هيومن سوماتيك سيل، ركز على كلمه موست، ما قلت لك اول، وهسه راح نعرف شنو الاستثناء من عده. تمام، ممكن كيجي ام سي كيو. موست نورمال هيومن سوماتيك سيل تيلوميرز شورتن، يقول لك يابا راح تيلوميرز يقصر. زين ليش يقصر؟ وذ ايتش سيل ديفيجن، يقول لك راح يقصر مع كل سيل ديفيجن. السبب ليش دا يقصر؟ السبب لان ما دا يتكون دي ان اي هنا، ما دا يتكون شنو دي ان اي هنا أنا. وانما دا يربط شنو؟ انزيم، دا يربط انزيم. فش يقول لك؟ يقول لك راح يقصر. هذا شيء سبب لي، سبب لي قصر بمن؟ بالتلومير اللي هو عباره عن، قلنا شنو هو؟ عباره عن نون كودينج دي ان اي، وين زائد بروتين، وين موجود؟ موجود بالنهايه اللاينر كروموسوم. تمام تمام. تلومير شورتن وذ ايتش سيل ديفيجن. Once telomeres are shortened by one some certain length, the cell is no longer able to divide and is said to be senescent. أقول لك يا أبا، بعد يعني كل انقسام انقسام راح توصل المرحلة إنه الخلية ما ممكن the cell is no longer able. أقول لك هي ما لها القدرة حتى تنقسم. ليش؟ لأن التلومير قصر جدا. وإحنا قلنا التلومير شنو وظيفته؟ هو عبارة عن يحافظ عن structural الكروموسوم، ويمنع بواسطة الاتاك بالنيوكليزز. تمام، ويوفر للنظام تصليح. هذا كله وين؟ موجود بالتلومير. زين اذا انا دا استنفذه دا اخليه يقصر، يقصر بعد كل فترة من الانقسام، فش يقول لك؟ راح توصل مرحلة ان الخلية ما بيها، ما تقدر بعد تنقسم. ليش؟ ما بيها نظام تصليح الها. تمام، فايش اسميها؟ سميها انه خلية، انه خلية شيخوخة. سميها شنو؟ شيخوخة. هسه احنا قلنا شنو؟ قلنا most، ما قلنا all، يعني اكو استثناء. يقول لك يابا بس باستثناء انه germ cell و stem cell as well as cancer cell، ذن الخلايا شبيهن تلومير do not shorten. زين ليش ما يقصر التلومير؟ هو مو حالة حال بقية الخلايا؟ يقول لك لا، مو حالة حال بقية الخلايا. السبب لانه يحتوي على انزيم اسمه تلومريز. تلومريز هذا شو يسوي؟ هذا تلوميريز which maintain، يقول لك يحافظ على تلومير، على طول تلومير في هذه الخلايا. شنو قصده بهذه الخلايا؟ قصده بالكانسر سيل والستيم سيل والجيرم سيل، ما يحدث بي شورت تلومير، ما يصير بي تقصير، السبب الاحتواء على تلوميرز. حلو حلو، قلنا قلنا ما يصير بها شيخوخه اكيد. ليش؟ لان تلومير راح يبقى على طبيعته، ما راح يقصر. فالجيرم سيل والستيم سيل والكانسر سيل يبقى تلومير شبي not shorten، السبب الاحتواء على التلوميرز. ممكن تيجي ام سي كيو ليش ما يقصر؟ السبب الاحتواء على التلوميرز. او ممكن يجيك ام سي كيو شنو الخل يقول لك most of يقول لك all كي true false all normal human somatic cell التلومير should be shorten، اقول له false. ليش؟ عند استثناء. تمام تمام، بدنا نخليهن ببالك. تلومير عن تلوميريز، يقول لك يا بت تلومير may be viewed as meiotic clock، يقول لك يا بت تلومير ممكن اشوفه كساعة in their length بالطول. الموصل is يقول لك يتناسب عكسيا
بيمن بالنمبر اوف تايم او ذا سيل هاف ديفايدد. يقول لك يعني كل ما يزداد انقسام الخليه كل ما التلومر راح يقصر. بموست قلنا بالموست، بينما السوماتيك والجيرم سيل والكانسر سيل ثابت، فاذا تناسب عكسي، كل ما يزداد انقسام الخليه كل ما يقصر التلومر. وعرفنا شنو الاستثناء من عندهم، تمام؟ ليش يقصر؟ لان احنا عرفنا قلنا القابل بيناتهم ما راح نميل بالدي ان اي، وانما راح نميل بيمن بالدي ان اي لايجيز اللي هو عباره عن انزيم. هذا كله ما يخص التلومير. هسه الدي ان اي ريبير يعني صراحه كل شيء ما بي تصنيع الدي ان اي. فخلنا نقرا. يقول لك يا على الرغم من نظام التصحيح المستخدم اثناء تخليق الحمض النووي الا ان هناك اخطاء بفضل ذلك الاقتران الاساسي. هسه يقول لي هسه انا عندي ورشه مال دي ان اي، شنو هالورشه؟ هالورشه اجري بيها تصليحات تعديلات. زين تعديلات المن؟ تعديلات للانكوركت بيسنج بيرنج. شنو قصدك هنا؟ مثلا انا اعرف انه الادينين ادينين ويا ثايمين، وجوانين ويا سيتوسين. فاذا صار incorrect base pairing، مثلا اذا جاني ادينين ويا سيتوسين، ادينين ويا شنو سيتوسين، او جوانين ويا ثايمين، ايش راح اسوي؟ راح اسوي له تصليح، اسوي شنو؟ دي ان اي ريبير، تصليح للدي ان اي. ايش يقول لك؟ يا اما خطا بالبيس بيرنج، او يقول لك اور انسيرشن اوف وان تو فيو، يقول لك ارتباط واحد الى قليل من النيوكليوتايد كان أكر، تمام؟ فعندي ورشة تصليح الدي ان اي. دي ان اي is constantly being subject to environmental insults that causes the كلاوات هذا or removal on cloud basis، كذلك كلاوات ذني. نجي لهنا the damaging agent can be either chemical يابا. هسه نعرف كل ورشة تصليح، حسنا السيارة ليش عندي محطة ورشة تصليح السيارة؟ ليش؟ لأن السيارة راح يصير بها دمج، السيارة إذا صار بها ضرر راح أوديها الورشة. نفس الحالة بالدي إن إي، الدي إن إي إذا تعرض إلى ضرر راح أوديه للورشة مالته. زين شنو ممكن ذن الأضرار اللي تأثر له على الدي إن إي؟ يقول لك يا أما تكون كيميكال كيميائية، مثل من؟ مثل نيتروز أسيد اللي تأثر لي ديامينيت بيسز. شنو ديامينيت بيسز؟ يعني تسحب لي مجموعة الأمين من البيسز. وشنو قصد بالبيسز؟ بيسز قصد البيورين والبيرميدين. زين شنو البيورين؟ بيورين قلنا أدينين وجوانين. وشنو البيرميدين؟ البيرميدين ثايمين وسيتوسين. فش يسوي لك هذا النيتروز أسيد؟ راح يسحب لك يسوي ديامينيتينج بيسز. ديامينيتينج يعني إزالة شنو؟ مجموعات الأمين، تمام. أو ممكن يضر، يكون ضرر رايديشن إشعاع، فور إكزامبل نون أيزونيك ألترا فوليت لايت، يعني ضوء الفوق البنفسج أعتقد الغير أيوني، كذلك ممكن يسبب لي ضرر. وش كان فيوز تو بيراميد؟ ممكن يسبب لي يقول لك اتحاد تو بيراميدينز أجنس تو إيتش أذر إن ذا دي إن إي. يعني شو يسوي لي؟ يربط لي مثلا يربط لي ثايمين وزائد ثايمين، بالمقابل لازم ادينين زائد ادينين. هذا شيء خاطئ، تمام. يقول لك بحث، يقول لك اتحاد تو بيراميدينز مثل ثايمين زائد ثايمين اجنت، يعني واحد بالقرب من الاخر، تمام، مو واحد مقابل الاخر، يعني سنجل ستراند. هسه انا معدي هنا سنجل ستراند، هنا ستراند، هنا ثايمين وبصفه ثايمين، وهنا لازم ادينين وبصفه ادينين، تمام. فهذا تحت تاثير شنو؟ تحت تاثير الاشعاع يسبب لي هيج ضرر، تمام. which can use قلناها and have energy ionizing radiation which can causes double strand breaks. أو يقول لك يا إذا راديشن قوي هيف إنرجي، راديشن يكون أيوني مو نون أيوني، لا راديشن إشعاع أيوني قوي، إيش راح يسبب لي؟ يسبب لي تكسير بالدبل ستراند. زين كل ذني
أنا عندي نظام تصريح الهن كل ذني الشغلات إذا تعرضت شيء كيميائي، إذا تعرضت لكذا لكذا لكذا، عندي ورشة تصليح الهن. خلنا نجي شنو نعرف شنو هالورشة. إذا لم يتم إصلاح الضرر يتم إدخال تغيير دائم. أقول لك يا إذا ما تصلح هذا الضرر راح يبقى ضرر ثابت ينتقل من الأب للابن من الأب للابن. يعني شنو مثلا سوالف مثلا إذا واحد مثلا صار اتصل بالشرايين شو يقول لك؟ يقول لك هذا وراثي، يعني مثلا الأب أو الجد نفس المرض كان عندهم. فإذا قال لك يابا نفس المرض كان عندهم راح يقول له هذا شيء وراثي، ما دا صح شنو تصليح الدي ان اي. فبالتالي اذا ما صار مثلا هسه تصليح الدي ان اي، يعني صار خطا بالدي ان اي بمن بالاب بتصنيع الدي ان اي، صار خطا وين بالاب. هذا الخطا اذا ما تصلح نفس الخطا راح ينتقل للابن، وهذا ما يسمى بالطفره الوراثيه. هذا شيء يسموه الطفره الوراثيه. ايش يقول لك؟ اذا لم يتم اصلاح ضرر يتم ادخال تغيير دائم يمكن يؤدي الى عدم اثار ضاره بما في ذلك السيطره على تكاثر الخلايا الطافره مما يؤدي الى اصابه السرطان. هذا الشيء مجرد شيء نثري اللي استفاد من عده انا اشرتهن. انا اشرتهن شنو ذني طرق التصليح. most of repair system involve انظمه التصليح شنو تتضمن؟ تتضمن ثلاث اشياء. هاي واحد بالاصفر، الثانيه بالازرق، والثالثه بمن بالاخضر. ده نظام تصليح او شنو يتضمن نظام التصليح. شنو تتضمن ورشه تصليح الدي ان اي؟ ريكوجنيتنج اوف ذا دامج ليجن اوف ذا دي ان اي. اقول لك يا بترجمتها التعرف على الضرر الافع على الحمض النووي زين بالازرق، ريموفال اور اكسيشن اوف ذا دامج إزالة أو استئصال الضرر. خطوة النقطة الثالثة replacement or filling the gap left by excision using the sister strand as template for DNA synthesis. ملء الفراغ الذي خلفه الختان، ما أعرف شنو قصده هنا، باستخدام الخصلة الشقيقة كملف. مجرد ممكن يجيك كسؤال إسي يقول لك repair system involve what شنو تتضمن او which يجيك شنو يعني يجيك سؤال شنو يتضمن نظام التصليح of the DNA. اكتب لذين ثلاث نقاط. تمام DNA damage and repair تصليح DNA. يقول لك يا به damage DNA يا ما يكون exogenous source يوم ما اندوجينوس. شنو اكسوجينوس؟ اكسوجينوس يعني شيء خارجي يأثر عليه، مثل إذا تغير كيميائي تأثير كيميائي أو راديشن أو إشعاع، هذا شيء خارجي. أو ممكن شيء يكون اندوجينوس. اندوجينوس سورس ممكن يعني شيء مثل ارتباط ثاني، يعني شيء بالدي ان اي، خلل بالدي ان اي من ذاته بدون تأثير خارجي، لا تأثير من خلال يعني الخلل بتصنع الدي ان اي. يوم ما يكون خطأ أو يكون تحلل أو يكون يعني ريبليكيشن اورر تضاعف بخطا مثل الثايمين مثل ما قلنا قبل شويه، او ممكن يرتبط الادينين ويا السيتوسين، فهذا نسميه ريبليكيشن اورر. فبالتالي ذني الحالتين الاكسوجينوس والاندوجينوس شي يسبب لي اكيوميليشن اوف دي ان اي دامج، يسبب لي تضاعف او تراكم بمن بالدي ان اي المتضرر. تمام، هذا يترتب على الاكيوميليشن أوف دي إن إيه دامج، يا أما يكون آفات المطفرة بالتالي يسبب لي كانسر، يا أما الآفات السامة للخلايا أو تثبيط الخلايا، بالتالي إذا أنا أسوي تثبيط الخلايا راح يصير لي defect of cellular function يعني خلل وظائف الخلية، وكذلك راح يصير cell death and يسبب لي موت الخلايا، يسبب لي شنو شيخوخة. وإذا صارت الشيخوخة أو صار defect of cellular function راح يصير انخفاض بكفاءة ودقة إصلاح الحمض النووي. تمام كل شيء ما بيه. الجزء الأهم شرحناه اللي هو الجزء السابق. هنا defect in DNA repair قل لك خلل تصليح الDNA. هنا ذاكر لك يا به إذا عدا خلل بالدمج
يعني دي ان اي بي دم بضرر، راح اجيب انزيمات تصليح، بالتالي راح ترجع الخليه سالمه. هنا دي ان اي دمج وديفكت، خلل بالريبير سيستم، خلل بنظام التصليح، بالتالي راح يسبب له طفره، واذا سبب له طفره راح تكون الخليه مريضه. هنا أنا تعريف الميوتيشن، الطفره هي تغيير في التسلسل الجيني بعد ان خدعت انظمه اصلاح الحمض النووي. يعني الطفره هي تغير في التسلسل الجيني بعد ان خدع. شنو قصده بعد ان خدعت؟ يعني بعد ان صار ديفكت او خلل بانظمه اصلاح الحمض النووي، بالتالي يتم تكرارها في المستقبل. بالتالي يقول لك راح يتم تكرارها بالمستقبل، يعني تنتقل من الاب، هذا الخلل هذا الخلل بهذا الدي ان اي راح ينتقل من الاب الى الابن، وهكذا يستمر. يقول لك الفا مورث ودائم وغير قابل للاصلاح، ما ممكن تصلح. تمام. هنا أنا inhibiting DNA synthesis is an important، يعد تثبيط تخليق الحمض النووي استراتيجية علاجية مهمة تستخدم على نطاق واسع لعلاج عدد من الأمراض، فرط التكاثم وفي ذلك التهابات الفيروسية. شنو قصده؟ يقول يا بك هسر التهابات الفيروسية هو عبارة عن شنو؟ يصير تضاعف بالدي ان اي، يصير تضاعف بالدي ان اي، يبدي يتكاثر الفيروس، او كذلك نفس الحال بالامراض المناعية او السرطان، مجرد يصير تكاثر بالخلايا يصير بها تضاعف. فبالتالي انا اذا اريد اوقف تضاعف الخلايا لازم امنع انقسامها، واذا اريد امنع انقسامها لازم اوقف شنو؟ اوقف تصنيع الدي ان اي. فايش يقول لك؟ يعد تثبيط تخليق الحمض النووي هو استراتيجية علاجية مهمة تستخدم بما على نطاق واسع لعلاج عدد من الامراض، فرط التكاثر. فنجعل ذني العلاجات ممكن. يقول لك يابا عوامل ضد الكانسر، يعني تشتغل على الكانسر، على المرض، انتي كانسر ايجنت such as the camptothecin target human type 1 topoisomerase. هاي ممكن يجيك كMCQ النيابة الانتي كانسر ايجنت المن للتايب 1 topoisomerase is شو اسمه camptothecin، بينما التايب 2 topoisomerase طبعا مثل قلت شنو تايب 1 شنو تايب 2، اقول لك تقدر تبحث عنه بجوجل، او بالاحرى ما يحتاج تبحث عنه للدكتوره، مجرد شرحها جدا يعني شيء سطحي، ما ممكن يجيب لك يعني مثلا كاسم للتايبوايزومريز، لا، وانما مجرد يقول لك تايب 1 تايب 2. ليش؟ لان شرح الدكتوره سطحي، وقالت انا اجيب من الملازم الموجود بالمزمه. تمام. فاذا التايب 1 تايبوايزومريز يشتغل عليه هذا الانتي كانسر ايجنت، والتايب 2 تايبوايزومريز. هسه تقول لي اوقف، احنا شنو علاقه بالتايبوايزومريز؟ ليش اشتغل على هذا؟ اقول لك يعني التايبوايزومريز هو اصلا اساس تضاعف الدي ان اي. شلون؟ لان هو راح يزيل الفولدات اذا تتذكرون، ويزيل السوبر كايل، فبالتالي اذا زال الذني راح يهيئ لي انقسام الدي ان اي. فاني اذا اوقف العله مال الانقسام اللي هو شنو؟ اذا اوقف ازاله السوبر كايل راح امنع انقسام، امنع تضاعف الدي ان اي، بالتالي امنع انقسام الخليه. فاذا انا عندي كانسر، لازم اوقف شنو؟ اوقف تضاعف الخليه، اوقف انقسام الخليه، يعني اوقف تضاعف الدي ان اي. فاذا وقفت تضاعف الدي ان اي لازم شو اسوي؟ اول خطوه شو اسويها؟ راح اوقف شنو؟ ازاله السوبر كايل او ازاله الفولدات. تمام. واللي مسؤول عن ازاله الفولدات هو التوبوايزومريز، فبالتالي لازم اوقف شنو؟ اوقف توبوايزومريز. تمام. اتمنى يكون واضح عندك. بينما يقول لك البكتيريال دي ان اي، يعني دي ان اي مال البكتيريا، هو يقول لك يعني صفه فريده بحيث تهاجمه مجموعه من الانتي مايكروبال ايجنت. انتي مايكروبال ايجنت يعني هسه التايب 1 توبوايزومريز هذا مسؤول عنه، تايب 2 هذا مسؤول عنه، بينما دي ان اي مال البكتيريا يقول لك هو صفه فريده تهاجمه عده مجموعة من جروب تارجت، a group of antimicrobial agent شو يسمي؟ فلورو كونولونز. على سبيل المثال أدك هذا. تمام. المهم
بالجزء الثاني اللي هو هذا شنو ممكن يجيك بالسل سايكل، ممكن يجيك ام سي كيو انه يابا وين يحدث الدي ان اي، تضاعف الدي ان اي بيا فيز يحدث عندنا هواي، وكذلك شنو الخلايا اللي تروح للقاب، شنو الخلية اللي تروح للقاب زيرو او جي زيرو فيز، تمام. هذا ممكن يجي بينهم بالتلومير الموقعة، وهو شنو نون كودينج وشنو الاستثناءات شنو الاستثناءات اللي الخلايا اللي يكون التلومير ما راح يقصر، اللي هنا قلنا جيرم سيل وستيم سيل وكانسر سيل، السبب الاحتواء على هذا الانزيم، تمام. بينما الدي ان اي ريبير تصليح الدي ان اي، قلنا ياب الدي ان اي هو الى ورشه مال تصليح، وكل ورشه تصليح لازم اكو شيء بالمقابل ضرر، فالدي ان اي اذا صار بضرر راح يروح لورشه مال التصليح، وممكن يكون ضرر يا اما كيميائي يا اما يكون شعاعي، والشعاعي انقسم لاثنين، يا اما يكون نون ايوني. ايش راح يسبب لي؟ سبب الارتباط البايراميدين واحد بصف الاخر، او يكون ايوني سبب لي انكسار دبل ستراند. وخذنا أنظمة التصليح، نظام التصليح تضمن ثلاثة، هذن ثلاثة ممكن تجي كأس أي، تمام. هنا ما بها شيء، هنا هذن جدا مهمات ممكن تجيك بالأم سي كيو، هذن أنا أشرت الكلام بالأصفر، أشرت الكلام بالأصفر إنه التايب 1 آيزومر، التايب آيزومر شنو يشتغل عليه، والتايب 2 شنو يشتغل عليه، والبكتيريال دي إن أي شنو يشتغل عليه. فالمهم اللي هنا هذا الفيديو، فدمتم سالمين وإلى اللقاء.